وصلنا لتاني محطاتنا لليوم يا رشا. أكيد وقت نحن عم نقول رمضان عم نحكي عن اليوم عن شهر خاص بحياة كل حدا فينا. بهذا الشهر بيكون العنوان الأبرز هو التكافل الاجتماعي والصدقات، الإحسان، التسامح وصفاء الروح والتصالح مع الذات. اليوم ضمن فقرتنا رح نروح لنحكي عن معاني هذا الشهر الكريم، كيف نحن قادرين نخلص هذا الشهر الكريم ونحن مثل ما بيقولوا مقدين واجبنا على أكمل وجه. وضيفتنا اليوم هي الدكتورة خلود السروجي، مستشارة إعلامية في وزارة الأوقاف. يسعد صباحك دكتورة، رمضان كريم وأهلا وسهلا بحضرتك. رمضان كريم على الجميع، وكل عام وبلدنا أمين، بلدي الخير، بلد العطاء، بشهر الخير على الدوام. تعلمنا دائما نعيش بالخير ونقدم كل خير ونستقبل شهر الخير لندعي بكل خير ونقول كل عام وهالبلد جيشا قائدا، نساء صغارا كبارا، والجميع بألف خير. وانتي بألف خير دكتورة. وإن شاء الله مبارك علينا الشهر، علينا وعليكم دكتورة. ودائما لما بنبدأ بندعي دائما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف كان يستقبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشهر الكريم، شهر الفرج والنصر؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بقول الحق جل في علا شهر الدعاء، يعني شهر الفرج. يسعد صباحك دكتورة، آمين يا رب. بذلك فليفرحوا، نستأنس بذلك، الصيام هو فرح. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلى أن سياق ونهاية هذه آيات الصيام يقول الحق جل في علا لذلك أستبشر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فنسأل الله، اللهم أهله علينا دائما أبدا، وبارك لنا فيما بقي من رمضان بأمن وإيمان، اللهم سخاء رخاء لبلادنا لوطننا، اللهم ولكل من ناجاك في هذه الساعات التي تتجلى فيها على العباد، اللهم ودعوة الصائم لا ترد. آمين يا رب. يسعد صباحك دكتورة، صباح أهلا وسهلا فيك نورتينا. رمضان كريم عليك. بداية دكتورة، شهر الفضيلة، التكافل الاجتماعي، القيم الخير، قيم المحبة، خلينا نحكي عن هي المعاني، المعاني الروحية وأيضا اللي هي فعلا بتأتي زوادة رمضان. ما أجمل هذه النفحات، حتى وأنت الآن يعني بحوارنا اللطيف جدا أشعر بروحانية عالية. فعندما أتذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما منذ أن نعم يثبت هلال شهر رمضان ماذا كان يفعل؟ يجمع الصحابة. إذن هذا شهر الألفة والمحبة، من قيم هذا الشهر المحبة والألفة. ماذا يقول عن خير هذا الشهر وبركة هذا الشهر وود ومودة هذا الشهر؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت أول ليلة من رمضان يجمع الناس، إذن هذا شهر إنه نجمع بعضنا البعض وندعي بعضنا البعض ونحب بعضنا البعض. إذا كان في خصومات في 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 لا، دعوا مع بعضنا البعض لذلك. ونسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم، شهر جعل الله، هي سمات هالشهر، جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. ونوقف بقى على ما الآن نتحاور به، بها الروحانية العالية التي نشعر بها. فقال عليه الصلاة والسلام شهر من تطوع فيه بخصلة من الخير، أي خير، كان كمن أدى فيه فريضة فيما سوى، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. يعني كل عمل أنا بقوم فيه اللي فيه أجر عدي من 70 إلى 700 إلى 1000 إلى يضاعف لمن يشاء. أجمل خصلة بهالشهر بأنه الصوم لله عز وجل، قال وأنا أجزي به. إذا أنت كنتي عم تشتغلي مع أي إنسان فبكافئك مكافأة بسيطة، فما بالك بأنه مالك الملك هو من سيكافئنا. إذا هذا شهر المحبة، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. ونقف، قال شهر من فطر فيه القيم، القيم الرائعة والمحبة والتواد والألفة. يعني هذا شهر الألفة وليس شهر الكلفة.
وسأسرد لذلك ونتحاور. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال من فطر فيه صائما. طيب شو بيصير؟ وما أحوجنا اليوم بظل يعني كل سبحان الله الكون بأكمله في أزمات وظروف، فتعالوا إلى شهر الروح والعطاء والمحبة والأنس، إلى أرض الله الواسعة، إلى صلة الأرحام. وصلة الأرحام وين؟ يعني شهر من فطر فيه صائما، أن تفطر، أن تطعم مسكين، أن تستر عريان، أن تكسي، أن تفرح، أن 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 إلى أن نصل ماذا؟ صلة المجتمع. يعني صلة أرحام مو فقط مقتصرة فقط أنه أنا أكيد أنا القريب إلي واللي حولي دائما أنا هدول بجمعهم معي، بس في عندي قصة أنه من القريب للصديق للجار للأخت، لا لا إلى مجتمع، ما أجمل هالقيمة، إلى مجتمع بأكمله. إذا من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، وماذا أيضا قال وماذا وله مثل وعتقا لرقبته من النار وكان له مثل أجره من غير من أن ينقص من أجره شيئا. وهو شهر أي روحانية نعيشها الآن يزاد فيه رزق المؤمن. إذا يعني ما أجمل إنه نحن دخلنا ببلدنا اللي تعودنا فيها، إنه ما يمضى رمضان إلا من أول يوم. الأجداد كانوا عودونا بدمشق الرائعة، بشامنا المباركة التي باركها الحق جل في علاه من فوق سبع سماوات، إنه نتفقد بعضنا البعض. رمضان إله من أول يوم لآخر يوم، إله منحط بروجرام برنامج. صحيح. اليوم الجد، اليوم العم، اليوم الخال، اليوم أصدقاء، اليوم الجيران، ما عدا إنه نسكب يعني هي سكبة، ما عدا السحور، ما عدا إنه نوقف، ما عدا إنه نتصدق. فما أجمل هالروحانيات العالية اللي عم نعيشها بقيم ومبادئ يعني عايشة فينا. فلذلك عندما بدأت قلت نعم وصدقا وقولا وفعلا، فعلا شهر الخير والبركات وبيعم علينا بالبركات. أيضا دكتورة هو شهر التقرب من الله والعبادات واللقاء مع الآخر. اليوم نحن كيف قدرانين أيضا نجسدها بالشهر الكريم؟ أكيد. هلأ هو شهر القرآن، من بشارات هالشهر أنه هو شهر القرآن كما قلتي، له عبادات خاصة. لماذا؟ لأنه شهر نزل فيه القرآن الكريم، فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر تفتح به أبواب الجنان. يعني هلأ نحن أبواب الجنة الثمانية مفتوحة، وتغلق فيه أبواب النيران، تصفت فيه مردة الشياطين. نقرأ القرآن، وماذا نقرأ؟ عندما نقرأ القرآن إذا أردنا أن ندخل الجنة بسلام في شهر الجنان، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ترى نحن من بداية رمضان ماذا قدمنا؟ يعني سبحان الله، وخاصة الآن بيوم يعني أزمة كونية وأزمة عالمية، يعني إذا أردنا أن ندخل إلى الجنان ونحن في شهر مدارسة القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، ولكن أجود ما يكون متى؟ في هذا الشهر. هي أعظم قيمة يعني بعد العبادة، تطبيق العبادة. لما نقرأ من القرآن الكريم وشهر إقرأ الذي نزل فيه القرآن، ماذا نقرأ؟ إن الأبرار الذين من هم الأبرار؟ الذين يسقون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وماذا؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ماذا يفعلون؟ يطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسير. نقرأ من القرآن الكريم ماذا الآن؟ فلا اقتحم العقبة، هناك عقبة في كل حياته بالدنيا وبالآخرة. وما أدراك ما العقبة؟ شو هي العقبة؟ قال فك رقبة. الآن فك رقبة بماذا؟ إنسان مثلا أمور مادية كتير صعبة، ما له ملاقي أجار لأنه يكمل أجار بيته، لأنه يكمل لابنه إطعام. الآن لمت مساكين، لمت ناس، لمت أحباب مع بعضهم البعض. فما أجمل أنه نحن نطبق هالقاعدة الأساسية اللي هي رمضان
الخير فيها. نعم. مو رمضان الناس يعني بتقلك لا لا دخل شهر رمضان أنا إنسان صعب بالنسبة لإلي، يعني صعب إني أحكي، يعني أخلاقي ما بدك تحاكيني حاكيني بعد الفطور. بعد الفطور يعني هو مو مشاكل زوجية ولا مشاكل عائلية ولا إنه طالب ما بيقدر يدرس كمان، هي بحب نوه عليها كتير، بالعكس هذا رمضان ليش؟ لأنه لما إنا فبذلك فليفرحوا شهر النصر والعطاء. يعني بتلاحظي إنه معظم الانتصارات والفتوحات لأنه شهر تجليات وصيام وقيام وتقديم طعام ولباس وكساء وغذاء ومحبة ووفاء وإنعام وبذل وعطاء من غير سمعة ولا رياء، لذلك تأتي ماذا؟ الطالب بينجح وبيجمع علامات عالية رغم أنه كان مستدرك الأمر وملاقيه في صعوبة. الأم التي أيضا تقوم على خدمة أطفالها أو أهلها أو تذهب من العمل ثم تعود إلى البيت لها أجر مضاعف، وتحسي أنه بآخر الشهر حسيت حالة أنه مرتاحة عن سائر الشهور. إذا معناتها هذا شهر الفتح والعطاء. لماذا؟ عندما نقرأ من السيرة النبوية تجدين بأنه فتح مكة كان برمضان، غزوة بدر كان برمضان، هلأ كمان من بعدها كمان نحن على السياق بتحسي أنه نقرأ من التاريخ عين جالوت، انتصارات تشرين إلى 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 كله كان برمضان. لذلك أنه نحن لابد من أن نغتنم هالشهر المبارك ونخلي الفرحة تعم على الجميع إن شاء الله. في قصة كتير رائعة تفضلي، انه بدون ما الانسان يعني انه يجي لعندك ويسالك ويقول لك يعني انه فك رقبه ويعني وما ادراك يعني هل فك الرقبه كيف، انه في باطعام بيوم ذي مسغبه سواء كان يتيم يعني ذا مقربه او مسكين ذا متربه. فيروى ورائع دائما بكل رمضان، وبحبذ كل انسان يعني جالس معنا انه ذكرهم فيها، انه تفقدوا بعضكم البعض، طعموا بعضكم البعض، وخلوه أنه بهالمنهج التربة والمدرسة القرآنية مدرسة تزكية الأخلاق من رمضان إلى ما بعد رمضان يضل معنا مسابر ونحفظه من رمضان إلى ما بعده. طرقت امرأة ضاقت بها الحال ذرعا، وما أكثرهم في عصرنا الآن يعني ضاقت كتير الأمور فيها، فسألت عن رجل ميسور الحال، ونحن عنا الحمد لله جمعيات كتير، ووزارة الأوقاف كمان أطلقت موائد الإفطار ومشروع اليتيم والجمعيات الخيرية على أسرى، ما عدا مشاريع يعني أداة الزكاة ومصارف الزكاة يعني لهم باب كبير والله يجزيهم الخير. بس المهم أنه لما طرقت هالباب نحن هالمرأة ما كان في ميني إلا يعني أنه يسأل عنا. طرقت باب إنسان ميسور الحال له بيت وقصر، فلما طرقت الباب فتح لها الخادم، قالت أين سيدك صاحب هذا البيت؟ فقال بالداخل. قالت قل له أريد أن أراه. فقال ومن أنت؟ فقالت قل له أختك. فاستغرب هالخادم، قال على رسلك سأذهب وأخبره. راح لعنده. قال من بالباب؟ قال امرأة تقول بأنها أختك وأنت ليس لك أخوات. قال أدخلها لنعلم ما خبرها. فدخلت عليه فاستقبلها، وما أجمل البشاشة برمضان اللي منتعلم منه إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، هي أعظم قيمة ومبدأ من سيرة عليه من رمضان إلى ما بعده. فنظرت إليه، نعم استقبلها ببشاشة وقال لها أهلا بك وعلى الروح بوسعة، أنت من؟ فقالت أختك. قال ومن أي أخوات لي؟ أنت من أي أخوات لي؟ فقالت أختك من آدم. أنا أختك من آدم. إذن بالإنسانية جمعاء، هذا هو رمضان بالإنسانية جمعاء. قالت أختك من آدم. فقال وما قصتك؟ قالت لا يخفى عليك بأن الفقر مر المذاق، لذلك وقعت أنا وزوجي على بابي ووقفت أنا وزوجي على باب الطلاق، فأتيت إليك عسى أن ألقى شيئا تؤديه إلي ويبقى لك ذخرا إلى يوم التلاق. فنظر إليها ذاك الشخص الميسور الحال، قال أعيدي. فأعادت مرة ثانية، قالت لا يخفى عليك يا أخي بأن الفقر مر المذاق، لذلك وقعت أنا وزوجي ووقفت أنا وإياه على باب الطلاق، فهل أجد عندك شيئا ينفعك إلى يوم التلاق؟ قال أعيدي ثالثا، قالت كفاك. إلى هنا فأن أعيد السؤال وتكراره ذل ومهانة. فنظر إليها وقال ولنسمع جميعا
بعيني البصيرة والعقل والخشوع والمحبة والوئام للإنسانية جمعاء، فنظر إليها وقال: والله لو أعدت وكررت معي السؤال أنا أسألك وأنت تجيبي 1000 مرة لأعطيتك في كل مرة 1000 درهم. فنادى على الخدم ومن حوله وقال: أعطوها 10 من الجمال، وأعطوها 10 من النياق، وأعطوها أيضا ما تشاء من الأغنام، وفوق ما تشاء من الأموال، عسى أن نجد شيئا إلى يوم التلاق. إذا رمضان هو الباب، باب في الجنان اسمه الريان. هل هيأنا من نفحات وتسامح رمضان إلى يوم التلاق؟ ما أجمل هالتكافل. إذن معناتها رمضان شهر المحبة وشهر الألفة، شهر الصدقات. النبي عليه الصلاة والسلام، نعم سبحان الله، قاعد مع أصحابه، ما أجمل، بدون ما يسألك الفقير الطبطب عليه. وهي بلدنا بلد الخير، قديش نحن بحاجة لهالتزكية الأخلاق. وما سميت الصدقة صدقة إلا لصدق العبد مع الرب. وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، قاعد النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل ضيف. يعني معناتها إياك أن تفوت يوما من رمضان وتجعله يعني دورة تدريبية إلك طوال العام. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، كان له مثل أجري من غير من أن ينقص من أجره شيء، أنه تخليه إلك. فدخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أريد أن أطعم بأي شيء. فما كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: من يضيف ضيف رسول الله؟ قام رجل فقير وذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذه إلى بيتك. صوري الآن، نحن لا سأل زوجته ولا سأل إذا عندي أنا زاد أو عندي أو عندي أو عندي. هلأ يا دوب الأمور بتأدينا، يا دوب اليوم ما بقدر فطر إنسان لأنه الأكل على قدنا. اعلم بأنه شهر يزاد فيه رزق المؤمن، واللقمة بتأدي تنتين والتنتين بتتوسع لثلاثة. فذهب به إلى زوجته فدخل قال: هنيئا لنا، فقد أتيت لك بضيف رسول الله، أعندنا شيئا نطعمه؟ نحن قديش نحن بحاجة. قالت: والذي بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالحق، ما عندنا إلا قوت أولادنا وصبياننا. فقال: إذن علليهم ولعبيهم ريثما نطعم الضيف، وإذا قام إلى الطعام أطفي السراج كي لا يرى بأن الأطفال ليسوا معنا، لأن الطعام بيؤدي إلا لواحد. فقالت: لك ذلك. ودخل وأطفأت السراج وبدأ بالطعام الضيف. ولما انتهى عند الصباح إذ بالباب يطرق، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: أبشر، فإن البشارة أتت لك، وقرآن يتلى إلى يوم الوعيد، بأن الحق جل في علا أنزل في حقك قرآنا يتلى، ماذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا شهر رمضان، هذا شهر القرآن، هذا شهر اقرأ. إذن شهر المودة والألفة، وليس أن نحسب شهر الكلفة. تماما، لا تحسبها، حسبها عند الله عز وجل. تماما. وذكرتي نقطة أنه اليوم التكافل الاجتماعي، المحبة، عمل الخير مهمين دائما، وخصوصا نحن اليوم بهي الظروف الصعبة اللي عم نعيشها يمكن بحاجة لهذا الشيء، وكثير من الناس فعلا بحاجة للمساعدة لأنه يتقدم لعمل الخير. قديش مهمة هي المبادرات حتى اللي عم نشوفها بشهر رمضان، مثل الخيام الرمضانية، مثل الأشخاص عم يعملوا هي الوجبات الإفطار فعلا ليساعدوا هي الناس اللي هي فعلا بحاجة وما عندها قدرة أنه حتى أنه تجيب وجبة الفطور أو تطبخ وجبة الفطور. تمام. بتلاقي إنه هلأ لما بتفتحي على الشاشات قديش بينسر قلبك لما عم تشوفي جبر هالخاطر، لما عم تشوفي فعلا هالتجار وعم تشوفي أهل الخير عم يساعدوا بموائد الإفطار، عم يطعموا هالمسكين، عم يقاووا هاليتيم. يعني سبحان الله انه موائد، يعني عم تشوفي اعداد كبيره، وخاصه عنا عندما اطلقت وزاره الاوقاف موائد الافطار كل يوم انجمع، يعني تحضر لها من قبل بثلاث اشهر بجميع المحافظات، بجميع محافظات السوريه. فعم نشوف مناظر يعني الله يبارك بشامنا.
فرح القلب. الخير الكبير اللي ذكرني بانه عم نطبق هذه الاسلام كما انزل لما بعهد سيدنا عثمان كما الان ان شاء الله سنطبقه ويبقى ان شاء الله. يعني لو صرنا انه هلا اصبحنا بدرجات ولكن الى هذه الدرجه عثمان سيدنا عثمان ابن عفان يعني عم تشوفي انه مساعي الخير انه اصاب المدينه قحط شديد. يا ترى نحن لو عنا يعني الخير بقيان ببلدنا وما زال وسيبقى ولكن انه سيدنا عثمان كان من اسرى الاسرياء نعم. فلما ذهب بتجارته للشام لهون لعنا بألف من البعير محملة فتهافت التجار بوقت كان في قحط كتير بالمدينة ليشترون هذه البضاعة من سيدنا عثمان ابن عفان فوقفوا عند الباب قالوا نشتري منك بما دفعت وبخمسة أضعاف قال هناك من دفع لي أكثر. هذا هو شهر الخير هذا العمل اللي عم نتحدث عنه بحوارنا. فقال تاجر آخر أعطيك ستة أضعاف قال هناك من دفع أكثر. قال له سبعة قال هناك من دفع أكثر. وصلت نعم بضاعته وتجارة سيدنا عثمان ووقفت في وسط أرجاء المدينة فنظر الصحابة ليرون من هو الذي نعم أعطى الثمن أكثر فوقف في المنتصف. ونحن إن شاء الله بموائد الخير إن شاء الله ستطبق إن شاء الله كإسلام كما أنزل إن شاء الله بإذن الله فوقف في منتصف نعم أرجاء المدينة وقال للجميع قال هي لله ولرسوله الحسنة بعشرة أضعاف والله يضاعف لمن يشاء هي لجميع أهل المدينة. يعني هي خالصة يعني هي موائدنا فإن شاء الله تطبق هذه إن شاء الله الخصال النبيلة والكرم والجود. فهذا شهر جبر الخاطر ما عبد الله في الأرض بماذا بأفضل من جبر الخاطر وإنه ندخل البسمة الفرح على قلب هالناس على قلوب صغار وكبار وإن شاء الله ربي الفرحة اللي عم نشوفها برمضان رح تستمر لأنه بلدنا هي بلد الفرح والصدق والمحبة وكمان الصبر وعلمنا الناس الصبر وحنعلم الدنيا كلها الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دكتورة أيضا لكم مشروعكم مائدة الإفطار وهو بجميع المحافظات السورية خلينا نعم. كمان نضوي على الفكرة الإنسانية. نعم أطلقت وزارة الأوقاف مشروع إفطار الصائم فجمعت التجار والصغار وبدأوا بالاجتماعات واتخذوا مكانا وجمعيات وأعداد هائلة سجلات كاملة كل يوم إلهم مكان وإلهم توزيع خاص وحتى أنه هالأسماء التي سجلت ستظل من رمضان إلى ما بعد إن شاء الله داتا. رمضان نعم بالمساعدات لأن بلدنا بلد الخير بإذن الله عز وجل. يعني اليوم المساعدات عمل الخير دائما مثل ما ذكرنا أنه هي كتير ضرورية. خلينا اليوم نحكي دكتورة رسالة رمضان لنا نحن كسوريين. رسالة رمضان هي هامة جدا. رسالة رمضان إنه رمضان ما إنه بس نحن 30 يوم ونطلع بعد رمضان إنه خلاص انتهى نحن شهر تراويح كنا نوقف بالمساجد شهر صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا شهر إطعام الطعام إنه كنا نحن كمان نأدي الزكاة ونطبق قول الرحمن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. لا سوريا رح تبقى مثل ما تعودنا من أجدادنا وهلأ إلي بقيانين لأنه عادات وقيم زرعت بمجتمعاتنا وبأسرنا اللي زرعوها فينا أنه لقمتك طعمي غيرك ابتسع اللي قبلك ويلي بعدك وتعودنا أنه لمسحراتي لما بيجي يا سوريا يا حبيبتي أنه ندق الباب ونطعمي الجار ونطعمي البعيد قبل القريب لأنه إذا طعمينا الرحمة بتزيد إلى يوم المزيد وعند سوريا إن شاء الله بالبركات رح تزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هي هي هويتنا وهي هي وطنيتنا وهي هي سوريتنا فإيماننا لا إيمان لمن لا أمان له فبلدنا هي أمانتنا ومع رمضان هو عم نأدي هالأمانة بأمانة إن شاء الله وهذا شهر الأمانة وشهر استجابة الدعاء وبدنا نقول اللهم آمين. اللهم يا رب اجعلنا مع رمضان لبلدنا
لسوريتنا، لهويتنا، لقوميتنا، لإيماننا بهذا البلد الذي حفته الملائكة من فوق سبع سماوات. اللهم يا رب اجعله سخاء، رخاء، عطاء، إنعاما. ومنقول مع بعضنا من قلبنا، ودعوة الصائم لا ترد، خلينا نقول من قلبنا آمين. اللهم صب على بلادنا الخير يا ربي صبا صبا. آمين. اللهم صب علينا النور والعطاء والفرج لنخرج من هذه الأزمة الاقتصادية. اللهم صبا صبا. آمين. اللهم صب علينا النصر والصلاح والفلاح صبا صبا. آمين. واجعل لنا سدا، اللهم اجعل السد لنا في وجه الأعداء، أبعدهم عنا، أبعد عنا المتآمرين، واجعلها نورا وضياء إلى اللهم إلى يوم الدين. ونحن نقول يا رب بك نستعين وبك نستعين في شهر استجابة الدعاء، لتجعلنا في نعيم وفي بلادنا النعيم المقيم إلى يوم الدين. يا ذا العرش المجيد ندعوك فلا تردنا خائبين. يا رب يجعل بلدنا، يجعل بلدنا نور وإيمان ونصر، وتأتي وتفتح الأبواب من كل باب لكل من سيأتي إلينا، لأن سوريا هي كلمة واحدة أنه مفتوحة أبوابها على الدوام. شكرا دكتورة خلود لصباحك، وشكرا لهالطاقة الإيجابية والروحانية. هي بلدنا، هي بلدنا وهي أنفاس بلدنا. نتمنى لكم كل التوفيق بعملكم، ورمضان كريم عليكم. رمضان شكرا كريم. لكل الجهود اللي عم تبذلها وزارة الأوقاف ضمن المحافظات السورية. نعم. ضمن الشهر الكريم. شكرا لك دكتورة، رمضان كريم عليك يا رمضان كريم على الجميع. آمين.